طب انا هنا بما ان احنا بقى يعني كنت عايز نقعد نتكلم شويه على المزيكا، بس هنرجع برضو المزيكا بعد شويه، لكن ايه الحظ الجامد قوي بزياده تاتش وود اولا، ما انك تمثلي مع اتنين من اكبر الممثلين، فاتن حمامه ومحمود مرسي، والاتنين جوزاء زي بتحبي الابراج؟ لا الاستاذه فاتن حمامه هي اللي نبهتني لان احنا جوزاء زي بعض، برج متميز كده. كان صعب الشغل مع فاتن حمامه خالص، بالعكس ده اعظم حاجه حصلت في حياتي، انا بشكر ربنا عليها ان بدايتي كانت مع السيده الفاضله العظيمه دي، وانا عرفت هي سيده الشاشه ليه، لانها انسانيا ربت فيا جوايا افكار انا ماشيه بيها لغايه هذه اللحظه. زي ايه؟ انه ما التفتش للحاجات اللي لا تهم المشوار الفني بتاعي، يعني احيانا تبقى انت ماشي كده فحد يروح مخليك كده فتتعطل تكمل، ما تلتفتش للناس بتقول ايه وبتعمل ايه وتكمل، يبقى عندك الهدف بتاعك وتهتم بيه حتى لو بدا ليك انه صعب ومش هتوصل. هي كانت من اول يوم شايفه ان انا هبقى حاجه كويسه جدا. هي اللي اختارتك ولا خيري بشاره؟ انا طالعه بنتها، فالاستاذ خيري بشاره هو اللي رشحني. وهي شافتني قالت له هي لمية. دي لمية طبعا، هي لمية. فاتن حمامه جزء من تركيبتها، وكما يقول الكل شخص مسيطر جدا جوه التصوير. زمان ما كانش في حاجة اسمها مسيطر ومش مسيطر، كان في زي ما يبقى مثلا دولة فيها مؤسسات، يعني مؤسسات وانت تعلم ده اكتر مني، يعني اللي هي بنقعد في حد كاتب الكلام، وبعد كده في مخرج للعمل، وبعد كده في ادوار، وبعد كده هي بطلة هذا العمل ولكنها ليست مسيطرة على الابطال الاخرين، وبعدين بنقعد نعمل بروفا للكلام للسيناريو، وبعدين اللي عنده اي اعتراض او اي فكره او اي كلمه عايز ياخد يستفهم عنها بنعمل ده في البروفا بتاعه اللي احنا بنقرا فيها، وبعد بحيث ان احنا كمان لما ندخل نصور خلاص كلنا متفقين على كل شيء، وبالنسبه لنا كمان الشخصيات خلاص بقت واضحه، فما فيش حاجه اسمها مسيطر بقدر ما هو منظومه متكامله، يعني كلنا بنكمل بعض في كل حاجه، رغم ان هي الفيلم هي بطلته، ولكن ده اللي عجبني فيها ان هي مش زي ما حضرتك بتقول، بالعكس ده هي عايزاني ابقى هايله وابقى قدامها بعمل المشهد مظبوط، وانا ما كنتش بعرف الحاجات التفصيلات الفنيه، يعني الروح بتاعتي التلقائيه موجوده طول الوقت بس ممكن اطلع بره الكاميرا خالص، فهي تقول لي هنعمل كده وهنمشي كده وبلذاذه وبحب، مش تعالي كده، لا لا لا، يعني واخده بالها منك، واخده بالها من كل التفاصيل بتاعت كل الناس، لانه في النهايه هي جزء مهم ما كانش الاهم في الفيلم، وده يعتبر سر من اسرار فاتن حمامه، هي ليه بقت فاتن حمامه. والاستاذ محمود مرسي كده برضو، يعني الاستاذ محمود مرسي كنت انا دوري كله كان معاه هو اكتر من مع مامتي اللي هي الاستاذه الفنانه ليلى فوزي، بس هو دوري معاه مهم جدا، فكان بيجي بدري جدا زي الاستاذه فاتن حمامه، وانا اتعلمت ان انا اروح قبل الميعاد زيهم بالظبط، يعني هم ناس بتحترم المواعيد جدا جدا، وده يعني بقى قل شويه بعد كده، لكن هم زمان كان كل ده اللي بيحصل يعني، فبنروح فالاستاذ محمود يقعد يراجع معانا المشهد، نراجع مع بعض المشهد، فاقول له على فكره انا حافظه، انا فاكره ان هو عايز يعني يشوفني انا حافظه وشاطره ولا لا. قال لك ايه لما قلت له انا حافظه؟ فيقول لي لا انا عايزه اشوف رد فعلك على اللي انا هقوله معاكي، عاجبك ولا لا؟ فاتكسف قوي. عاجبك ولا لا؟ يعني لا، وده محمود مرسي اللي بيقول. ايوه لا مش عاجبني بمعنى عاجبني، هو شايف ان انا واحده تلقائيه لسه داخله الوسط، مش عنديش الاليات التقليديه، وفي الوقت نفسه انا اللي قدامه في المشهد، وفي الوقت نفسه هو عايز يشوف حد لسه روحه
جديدة. صح. فده اللي أنا عرفته بعدين. فيقول لي إيه؟ أقول له بتهيألي ممكن تتحمق شوية، إيه رأيك؟ يقول لي آه هتحمق. فشوف ناس عظيمة قد إيه. طب فاتن حمامة نصحتك بحاجات قلت لي عليها، ومحمود مرسي قال لك إيه؟ أستاذ محمود مرسي مسته إن هو كان يبص في عينيا كده يلاقيني إيه؟ يعني في كيمياء كده مختلفة. فيقول لي هنعيده تاني ولا إيه؟ أقول له طيب. يعني لا وأستاذ صلاح سعدان، أستاذ أبو بكر عزة، بصراحة أنا حظي حلو بصراحة. اتعاملت مع ناس، أستاذ جميل راتب بجد على الجمال والحلاوة، كيمياء بينا في ال... يعني كنت ببقى مش عايزة المشاهد تخلص من كتر لا. وارجع أقول لحضرتك تاني السؤال اللي انت بدأته، يعني على قد ما جالي الدراما دي، على قد ما الغنى عمره ما فارقني. يعني حتى في يوم مرهم حلو جاء الأستاذ مجدي نجيب، كان جايب الكلام بتاعنا حرة وموت في الحرية ومزاجي أعمل سحلية، أنا اللي لحنته في المونتاج على الهوى. وبالصدفة وأنا طالعة لقيت الأستاذ نور الشريف، فقال لي أنت هتبقي فنانة عظيمة. قلت له فنان نور الشريف؟ قال لي أنت هتبقي فنانة عظيمة. فكنت أنت دلوقتي بتقول مثلا أنا قاعدة مع حياتك وأنت قاعد معايا وبشوف فنان نور ده عادي، لا وقتها كان الله كده يعني حاجة مبهرة جدا. فغنيت الأغنية وانت يعني مرة واحدة، لأن الأستاذ خيري كان عايز الإحساس بتاع بنت طبيعية ماشية في الشارع مش مغنية، بدليل أنه هو اختار يوم مر يوم حلو وأنا شخصيتي الغنائية مختلفة تماما عن الدور اللي هو اختارني فيه في يوم مر يوم حلو. صعب قوي 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 قوي، معناه أنه هو مخرج عنده فكر طبعا، مش نمطي، مش بدل بتغني كده نجيبها تمثل كده، لا كسر النمط. وده انا واحده لسه طالعه، يعرف منين ان انا همثل كويس؟ فاهم قصدي؟ فغنيت، وفي حلم الجنوبي اللي هي الدكتوره رؤيه كانت على البحر، سيد حجاب العظيم الله يرحمه، استاذ عمار الشريعي، فغنيت البحر وعيطت غنى برضو بس مش بصوت لانها دكتوره رؤيه ما ينفعش تغني. في كل المراحل بتاعه حياتي، حتى اما جه الفيلم خطير بتاع آيس كريم في جليم وقتها، أنا غنيت برضو تو 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 رو 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 رو.